عن أسود حيرت حدثيني فلقد تاهت حروفي يوم رمت البحث عن سر الطفوفي عن نحور دبحت حد السيوف عن منايا غيرت معنى الحتوف عن منايا غيرت معنى الحتوف ساعديني ساعديني فالمعاني فوق إدراكي عليا حدثيني نعم حدثيني حدثيني كربلاء كربلاء عن قصة قشقش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أعلى لأن أول مرة عدل يلا عيد حبيبي يلا حدثي أعلى أعلى حبيبي حدثيني ما شاء الله كربلاء عن قصة الشجية أي ما شاء الله حدثيني هذا أنت هذا أنت أي حدثيني عن وصول حيرت حتى المنية أي كيف يغدو الموت محراب العبادة كيف أحيا الدين أكسير الشهادة كيف صار العبد من أهل السيادة 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 كيف أضحى الترب للشمس ودادا كيف أضحى الترب للشمس وسادا كيف يغدو الموت محراب العبادة كيف أحيا الدين أكسير الشهادة كيف صار العبد من أهل السيادة كيف أضحى الترب للشمس وسادا كيف أضحى الترب للشمس وسادا أخبريني أخبريني عن دماء رسمت نهج البرية حدثيني فتية دابوا بصبغ الطهر حبا طلقوا الدنيا به ظهرا وقلبا طلقوا الدنيا به ظهرا وقلبا فاجتباهم ربهم للصبط صاحبا فاجتباهم ربهم للصبط صحبا لحسين فرشوا الأرواح دربا لحسين فرشوا الأرواح دربا والنعم أسمعيني أسمعيني كربلاء آيات مجد الغابرية حدثيني خادم
عن أسود عن أسود للشيخ للشيخ أحمد الدر العاملي برزوا للحرب كالأسد الغضاب برزوا للحرب كالأسد الغضاب جعلوا الأرواح درعا للحراب فاستحقوا المدح من عدل الكتاب فاستحقوا المدح من عدل الكتاب لم أجد صحبا كأوفى من صحابي لم أجد صحبا كأوفى من صحابي علميني علميني من هدى الأنصار درس الأبجد حدثني 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 كربلاء كربلاء عن قصة العشق الشجية حدثني حدثني عن وصول الحياة المنية عندما أضحوا ضحايا في العراء عندما أضحوا ضحايا في العراء بينهم خامس أصحاب الكساء بينهم خامس أصحاب الكساء حسين لبس العرش أسا ثوب العزاء لبس العرش أسا ثوب العزاء ولهم سالت دما عين السماء ولهم سالت دما عين السماء سامحيني 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 ليش أنا إن قصرت في حق الرزية حدثيني